قدرة الرب عظيمة، فهنيئا لمن يتغير بالنعمة. تكلم يا رب في أذهاننا، المس يا رب قلوبنا، افتح يا رب أبواب نعمتك فتستنير بصائرنا وتتوجه خطواتنا نحو ابنك يسوع المسيح لنحيا كلمته. هل ترغب في معرفة مستوى عيشك للمحبة؟ اربطها في الخير، فالمحبة الحقيقية تعرف من إرادة الخير، ومحبة شخص ما تعني أنك تريد وتتمنى له كل خير. اسأل نفسك عندما لا تستطيع أن تمنح أحدهم محبة حقيقية، ستجد أنك في ذات الوقت لا تريد له الخير كغيره. فالمحبة إذن تبدأ من داخلك، عندما تقوي في باطنك إرادة الخير نحو الآخر. ما أجمل إرادة الخير، إنها تشعل المحبة في القلوب وتطفئ نار البغضاء. ولتكن على علم بأن استقامة الضمير الأخلاقي تكون في إرادة الخير. تعلمنا الكنيسة أن الإنسان يدرك بعقله صوت الله الذي يدعوه نحو الخير، وهذا الصوت هو نور إلهامات الروح القدس التي تخترق كيان الإنسان لتجعله مستنيراً وتقوده نحو الكمال الأخلاقي. فالكمال الأخلاقي يعني أن يتحرك الإنسان نحو الخير بإرادته وقلبه معاً. ففي كل مرة توجه نواياك وأفعالك الحرة باتجاه ما هو خير، ستكون مثالاً حياً صالحاً بأنك مخلوق على صورة الله ومثاله. ولتكن على علم بأن كرامتك متأصلة في هذه الصورة. أيها المسيحي، اعرف كرامتك، فأنت شريك في الطبيعة الإلهية. تذكر إلى أي رأس أنت تنتمي، وفي أي جسد أنت عضو. تذكر أنك انتزعت من سلطان الظلمات لتنقل إلى النور وملكوت الله. إذن جميعنا مدعوون للاشتراك في هذه السعادة الإلهية، واكتمال هذه الدعوة مرتبط بأفعالنا الحرة. فكر معي، كيف نوجه أفعالنا الحرة باتجاه الخير نحو إرادة وفعل الخير؟ يقول القديس بولس في رسالته لأهل روما: تجددوا بتغير أذهانكم لتتبينوا مشيئة الله، أي ما هو صالح وما هو مرضي وما هو كامل. فاجعل من ذهنك بستاناً مزدهراً بالخير، واسأل نفسك: ما هو الخير الذي علي أن أفعله في هذا الزمان والمكان الذي أنا فيه؟ كيف نوجه أفعالنا الحرة نحو النمو في الفضائل الإلهية، الإيمان والرجاء والمحبة، ونحو اكتساب الفضائل الرئيسية: القوة، العدل، القناعة والفطنة؟ وابدأ في ممارسة وتطبيق هذه الفضائل بأبسط الأمور في حياتك اليومية. كيف نوجه أفعالنا الحرة نحو روح التوبة والتجدد الروحي المستمر؟ يقول القديس يوحنا في رسالته الأولى: إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل، يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل شر وإثم. توجه نحو كرسي الاعتراف واختبر غفران الله والحرية الحق التي يمنحك إياها. آمين. شكراً لإصغائك لموضوع إرادة الخير، متمنية لك كل خير روحي، وأدعوك أن تتخذ من الثلاث نقاط التي ذكرتها حول توجيه أفعالنا نحو الخير تدريباً روحياً لك، لتختبر بهجة إرادة الخير في حياتك. آمين.
سلام المسيح معكم وبركة ومحبة ونعمة أمنا مريم العذراء ترافقكم دائما. آمين.